تنضم إلينا الآن ناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دكتورة تحرير القاق. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. يسعد صباحك أخت رانيا، وإن شاء الله يا رب تكون هاي الأجواء خير وبركة على الجميع. دكتورة، إذا في مجال تحدثينا عن الانقطاعات، ما إن كان هناك انقطاعات، المناطق التي أيضا تعرضت أكثر للانقطاعات، وأيضا تعطينا بعض الإرشادات للتعامل مع الكهرباء. نعم، صباح الخير. في البداية بحب أنوه أنه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أوعزت لشركات الكهرباء من يوم الاثنين رفع الجاهزية القصوى لمواجهة الظروف الجوية وتداعياتها على النظام الكهربائي. وأيضا نفذنا حملة مكثفة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة، وتحققنا من توفر المشتقات النفطية بكافة أنواعها. بالنسبة للانقطاعات، منذ صباح أمس مع بداية المنخفض الجوي تحديدا ولغاية اللحظة، تم التعامل مع 1945 عطل في مختلف مناطق المملكة، وتم معالجة 1580 عطل منها بنسبة 81% تقريبا. وللتفصيل أكثر، على شبكة شركة الكهرباء الأردنية اللي بتغذي محافظات الوسط الأربعة، كانت عدد الأعطال 1331 عطل. وشركة كهرباء محافظة إربد كان فيها 164 عطل، وشركة توزيع الكهرباء تعرضت الشبكة عندها ل 85 عطل. احنا حاليا في مركز المراقبة والطوارئ منذ الأمس وعلى مدار الساعة بنتابع مع شركات الكهرباء إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتبقية بالسرعة الممكنة، وأيضا منذ الصباح بالإضافة يعني لمتابعة عطوفة رئيس مجلس مفوضي الهيئة، وأيضا من خلال كوادرنا سواء اللي بالميدان أو بالمركز عم ننسق كمان مع الجهات الرسمية بهدف المساعدة شركات الكهرباء للوصول لبعض المناطق. زي ما شفنا إحنا اليوم ما شاء الله يعني كمية الثلوج والظروف الجوية يعني حتى كانت خارج المتوقع، فإن شاء الله إحنا يعني بالتعاون بيننا وبين الجهات الرسمية ومع شركات الكهرباء حتى تستطيع أنها توصل لبعض المناطق اللي فيها الانقطاعات وكان يصعب على الشركات الوصول إلها بسبب الإغلاقات. نعم، هذه الانقطاعات يعني أنتم رصدتوها، وهل كانت أيضا هناك بعض الشكاوى أيضا من المواطنين بشكل مباشر لكم؟ نعم بالتأكيد، في هناك العديد من الاستفسارات اللي وردت لشركات الكهرباء، بالإضافة لبعض الشكاوى اللي وردت لمركز المراقبة والطوارئ. في مناطق كانت، لأنه سألت عن المناطق، في محافظة العاصمة كان هنالك مثلا في منطقة طبرقور، في خريبة السوق، أيضا في مناطق الشمال إربد، حابة، زوبيا، أيضا في مناطق جنوب المملكة كان في معان ووادي الأردن والأزرق، كان نعم في هنالك انقطاعات، وإحنا الآن عم بنتابع يعني مع الشركات وبالسرعة الممكنة إعادة التيار إن شاء الله الكهربائي لهذه المناطق بأقصى ما يكون. يعني حتى هذه اللحظة يعني تم إصلاح 81% تقريبا من نسبته من الانقطاعات، والعمل جاري على باقي النسبة. بالتأكيد. نعم، وحتى هذه اللحظة أيضا تصل شكاوى أم أن الأمور أفضل اليوم؟ يعني بتعرفي هلا يمكن بتكون لسه الأمور أهدى مع صباح اليوم، لكن بالتأكيد أنا بحب من خلالكم ست رانيا نأكد على التواصل مع شركات الكهرباء وأيضا مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على هاتف رقم 06-580-50-25. أخواننا المواطنين أي انقطاعات سواء كانت بالتيار الكهربائي أو حتى بالتزويد بالمشتقات النفطية، فإحنا بنطلب من المواطنين يعني التواصل معنا، وإحنا إن شاء الله كدورنا كمنظم لهذا القطاع رح نعمل كل الجهود اللازمة بسرعة تزويد المواطنين بالخدمة بالطريقة المناسبة إن شاء الله. نعم، 580-50-25. نعم نعم، إذن هذا هو الرقم للتواصل في حال لا سمح الله هناك أي انقطاعات كهربائية أو هناك شكاوى فيما يتعلق في الطاقة أو المحروقات. إذن ستي تحرير القاق، شكرا جزيلا لك وأنت ناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.